بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله الخبز بالزيتون والزعتر. عندنا كوباية كبيرة دقيق، وهنضيف عليه معلقة كبيرة خميرة، معلقتين كبار سكر، نص معلقة صغيرة ملح، معلقتين كبار حليب بودر، والحليب البودر اختياري ممكن ما نحطهوش، معلقة كبيرة زعتر ناشف، وهنقلب كله مع بعضه كويس جدا. بعد كده هنضيف بيضة ومعلقة كبيرة زيت ونص كوباية مية فاترة، وهنعجنها كويس بإيدينا، وبعد حوالي 10 دقايق عجنة هتبقى العجينة طرية جدا معانا وبتلزق جدا في الإيد. هنرش عليها شوية دقيق صغيرين وهنبدأ نلمها بالشكل ده بحيث تتغطى كلها بالدقيق. وهنغطيها وهنحطها في مكان دافي لحد ما حجمها يتضاعف معانا مرتين. وخلاص كده العجينة خمرت معانا، وهنرش شوية دقيق على بلانشة أو الرخامة، وهنحط العجينة وهنرش عليها شوية دقيق وهنفردها بإيدينا. وبعد ما هنفردها بالشكل ده عندنا 4 معالق كبار زيتون أخضر مخلل وزيتون أسود متقطع قطع صغيرة، وهنفرد الزيتون على العجينة بالشكل ده. والزيتون ما بنحطوش مع العجينة في الأول عشان لو حطيناها هينزل المية بتاعته وهيخلي العجينة ما تخمرش كويس. بعد كده هنبدأ نلف العجينة بالشكل ده كده. وكده. وهنعجنها عجنة خفيفة عشان الزيتون يخش في كل العجينة. وخلاص كده العجينة جاهزة معانا. وعندنا صينية مقاس 30 دهنينها كويس بالزيت، وممكن نستخدم صينية مدورة أو مستطيلة على حسب ما احنا عايزين. وهنحط العجينة وهنرش عليها رشة دقيق خفيفة وهنفردها كويس. وخلاص كده فردنا العجينة كويس في الصينية، وهنسخن الفرن على درجة حرارة 225 وهندخلها على الرف اللي تحت. وخلاص كده خرج معانا من الفرن وهياخد معانا حوالي ربع ساعة، ولما نقطعها هيبقى معانا بالشكل ده. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا.